يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأشخاص يقولون إنه إذا انتهى الشخص من قراءة القرآن فإنه يقول صدق الله العظيم، وبعضهم يقول إنه لا يقال هذا اللفظ، فما الراجح في ذلك؟ ما هو الراجح؟ الحق. ما هو الحق في ذلك؟ هل اللي قال أنه يقول صدق الله العظيم يجيب دليل؟ إذا جاب دليل ما يخالف، وما جاب دليل فهو مخطئ. ما في دليل على أنه بعد ما يقرأ من القرآن يقول صدق الله العظيم، هاتوا لنا دليل. ما في دليل، نحن لا نحدث شيئا من عند أنفسنا أو نقلد من يفعل هذا من غير دليل. نعم الله صدق جل وعلا، من أصدق من الله قيل، قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم، الله صدق، لكن كونه يخصص في هذه الحالة بدون دليل هذا بدعة. نعم.